يبدو هذا الفن من الوهلة الأولى غريبا جدا. قاعة فيها أناس حفاة يرتدون أثوابا غريبة ويحملون عصيا خشبية طويلة ويصرخون عاليا. ما هذا إلا فن مبارزة حديث متحدر عن فن القتال بسيف الساموراي كيندو. سيحدثنا مقاتلو الساموراي الأوكرانيون في برنامج شغف الشباب عن إمكانية إيجادك الطريق والحسام في يدك. هذا السيف ليس للهجوم وإنما للدفاع. الساموراي были в древней Японии, они совершенствовали свое владение мечом. عاش الساموراي في اليابان القديمة وطوروا مهاراتهم في فن القتال بالسيف، ومع تطور الفن القتالي أصبحت المهارات ونفسية الساموراي أكثر كمالاً، واكتسب السيف معناً مقدساً عندهم، حيث اعتبروا أن السيف هو روح الساموراي، ما أدى إلى ظهور طقوس عبادة السيف. وخلال الحقبة التي منع فيها السيف في عهد ميدزي، صارت الفنون القتالية تمارس سراً، ولكن الناس استمروا بمزاولتها، ما أدى إلى نشوء اتحاد الكندو الياباني العام في أواسط القرن العشرين. كيندو في أوكرانيا появилось в 2000 году. ظهر الكيندو في أوكرانيا بعد سنة 2000 مع مجيء السينسي أي مدربين إلى مدينة كييف، وأجروا مؤتمرا كبيرا لتنشأ بعد ذلك ثلاث مجموعات في كييف وخاركيف ودنيتسك، وبدأ الكيندو يتطور في المناطق الأخرى أيضا. توجد مراكز مزاولة الكيندو في أغلب المناطق الأوكرانية في الفيف وترنوبل وإيفانا فرانكيس، وبالطبع في كييف وتشيركاسي والديبرو وخاركيف وميكلايف ومراكز المحافظات الكبيرة. أظن أن الكيندو اليوم ليس شعبيا بين الشباب الأوكراني، حيث لا تجري الدعاية له، رغم أن له مستقبل. يمارس الشباب في جميع أنحاء العالم هذا الفن القتالي، ولكن شبابنا ببساطة لا يعرفون ذلك. أمارس الكندو منذ 4 سنوات ولست أدري عما كنت أبحث. عرفت عن هذا الفن من خلال فيلم ناس إكس أو أوليفرين. اهتممت بالموضوع واتضح أن هذا الفن موجود عندنا، فبدأت بمزاولته وهويته. من الصعب أن أشرح سبب هوايتي للكندو. في البداية لم أرى أي شيء مثير، كنت أقوم بحركات بسيف السيناي ولا شيء أكثر. يظهر الشغف فيما بعد عندما تبدأ بالمبارزة بعد أن تكون قد تعلمت شيئا ما. يذكر الكندو بلعبة الشطرنج من حيث التفاعل بينك وبين خصمك، وهذا يجذبك. А кендо я узнала 6 лет назад. علمت عن الكندو منذ 6 سنوات مضت من أصدقائي. بحثت على الإنترنت لأعرف عنه أكثر. وجدت مجموعة تزاول الكندو في خاركيف، فاتصلت بهم، قلت مرحبا أريد أن أعرف ما هذا، هل يمكنني المجيء إليكم؟ جئت وبقيت، ولقد نال إعجابي فورا. عندها بدأوا بالتحمية، وقفوا في دائرة وبدأوا بالعد سوية بشكل متمازن، وكان بينهم فتاة تميزت بصرختها كيا الرنانة. بقيت هناك، ضحكت وقلت أظنني سأبقى معكم. عدد الفتيات في الكندو قليل، ولكن الموجودات لاعبات قويات عادة. مارست سابقا الإيكيدو لمدة 7 سنوات في صغري حتى الصف العاشر. وعندما قدمت إلى خاركيف للدراسة في الجامعة، بحثت عن مركز لتدريب الإيكيدو ولكني لم أجد. وفي إحدى المرات عثرت عبر الجوجل على مركز لتدريب الكندو وقررت المحاولة. وتبين أن هذا الفن حركياً أكثر وأقرب للرياضة، في حين أن الإيكيدو هو فن قتالي هادئ وأقرب للجمباز. يوجد هنا ضربات سريعة أكثر وأحمال أكبر، ومزاولته ممتعة ومثيرة ومبهجة مع الزملاء.
لم أحقق في منافساتي الفردية أعلى من المركز الثالث، أما في المنافسات الجماعية فحظينا بالمركز الأول عدة مرات، وأنا ألعب منذ العام 2012 مع المنتخب الأوكراني. أظن أن هناك فرق، فهذا الفن عند اليابانيين هو نوع من الفلسفة يصلون إليها منذ الصغر، ووفقاً لذلك فهم يتقبلون العالم بشكل مختلف عنا، لذا الكندو الياباني يختلف عن الأوكراني. ففلسفتنا مختلفة وغير مرتبطة بالفنون القتالية اليابانية. ومن تقاليدهم تعلم الكندو في سن مبكر. يوجد فلسفة للكندو، ولكنها ليست مبدئية للمبتدئين وأصحاب المستوى المتوسط، وإنما تتفتح عند المستويات الأعلى. ملابس الكندو منحدرة من الدروع اليابانية، وتشمل دفاعات الجذع دو، ودفاع الرأس من، ودفاع المعصم كوتاين، وعلى الأفخاذ ري. يستخدم في الكندو سيف من الخيزران سيناي، وشبيه خشبي لسيف الكاتانا، ويسمى كين. يوجد في الكندو 10 مستويات دان، وتوجد قبل كل دان منها درجة كيو كمستوى وسطي. يبدأ الجدد من كيو 6 حتى يصلون إلى كيو 1، ثم يأتي الدان الأول، وبعده الثاني والثالث، وهلم جرة. لا يوجد حاليا في العالم مستوى دان 10، الأقصى الموجود هو الثامن، ويسيرون إليه مبدئيا طوال الحياة. للصعود إلى مستوى أعلى يجب الحصول على شهادة، ويعطيها من 3 وحتى 5 أشخاص. للحصول مثلا على دان 2 يجب حضور عدة أشخاص من حاملي دان 5، وندعوهم للقدوم إلينا من اليابان وأوروبا. أنا أحمل الدان الثاني، ويعتبر ابتدائيا عند اليابانيين والأوروبيين. أذكر تدريبي الأول بعد ترك الإيكيدو، كان يأتي الأشخاص في ملابس رياضية، أما أنا فكان لدي جميع الملابس وحتى سيف. وقفت وبدأت تكرار بعض الحركات تعلمناها في الإيكيدو، وكان أسهل علي الانخراط مع المجموعة. أظن أن ليس الجميع قادر على تحقيق نتائج عالية في رياضة الكندو، حيث تلعب هنا دورا كبيرا المعطيات الجسدية والمثابرة. وأظن أن كل إنسان ولد ولديه قابلية لشيء أكثر من الأشياء الأخرى، البعض للرياضة والآخر للرياضيات، وغيرهما للاثنين معا. لذا الأمر صعب جدا من دون تلك النواة الرياضية، وغيابها لن يؤدي إلى تحقيق نتائج ملحوظة. أمامي هدف واحد، أن تصبح مهارتي في الكندو أفضل. أنا أتمرن دائما 3 مرات في الأسبوع لمدة ساعتين. عندما بدأت مزاولتي عملت بمفردي كثيرا، فليس مهما في البداية العمل مع الخصم، وإنما بناء قاعدة التنقل وعمل اليدان واللياقة البدنية. لم أستطع بعد التدريبات الأولى من تحريك يداي. كان كل شيء في البداية مبهما وغريبا، والشيء الوحيد الذي أذكره أنني لم أتمكن من شرب الماء، حيث لم أستطع رفع يداي. العمل الفردي كان هاما، وأصبح الآن في المركز الثاني، إذ من المهم الآن العمل مع الخصم والشعور به وبما يفعل وما يجب علي أن أفعل. لدي الدان الثالث، تقدمت إليه في العام الماضي، عملت 5 سنين حتى وصلت إليه. والدان الثالث ليكون أوضح هو في مستوى معلم الرياضة تقريبا. كانت التدريبات قاسية، وعندما بدأت مزاولة الكندو لم يكن يفهم الناس فحواه بعد، ولكنهم أرادوا جدا معرفة ذلك، لذا كانوا يضربون بقوة كبيرة ويصرخون بأعلى الأصوات. كان هذا انطباعي الأول، ولكنهم كانوا طيبين ومرحين خصوصا بعد التدريبات.
تبدأ تدريبات الكندو التقليدية من موكسو، أي من حالة التأمل، عندما يجلس جميع المحاربين في وضعية سيدزا ليتأملون، يدعون جميع أفكارهم ويركزون على التدريب، ومن ثم تبدأ التحمية وتكرار الحركات الأساسية، ومن بعدها تبدأ المبارزات الثنائية. يوجد في الكندو نوعان من الحركات الأساسية، هي الحركات الهجومية شيكاكي فادز والحركات الدفاعية المضادة أوجي فادز. توجه دراسة هذه الحركات الرياضية ليتمكن من تحقيق ضربة صائبة. إيبون. عندما يجيء المبتدئ لا يعطى الدروع، يتمرن في الشهر الأول بلا دروع، وبعد حصوله عليها تبدأ أصعب المراحل حسب ظني، إذ تزيد الأحمال، يجب أن تحمل عليك 7 كيلوغرامات إضافية عدا الجساءات التي تظهر على الراحتين والقدمين حيث نتدرب حفاة. بما أنني طويل القامة من السهل علي إصابة الرأس واليدين، ولكن من الصعب جدا إصابة الجذع، إذ أنها تجري أثناء القتال القريب، ولكن ما يزال هذا الأمر صعبا علي. هناك الكثير من الصعوبات، صعب جدا أن تتعلم التحكم بجسمك، ومن الصعب جدا توجيه نفسيتك، والمعلم هو من يستطيع التحكم بحالته النفسية. أردت في بعض اللحظات التخلي عن كل هذا، ولكنها لم تدم طويلا. لم يعد ما أمارسه مثيرا، أود التوصل إلى الاحتراف لأعرف أكثر. самое сложное, наверное, это было перемещение, то есть как перемещение непосредственно. كانت الحركة من خلال الخطى والقفزات التي تسمى فوميكومي أصعب شيء برأيي، وهي صعبة جدا من ناحية اللياقة البدنية، إذ يجب الاندفاع برجل واحدة والحفاظ في نفس الوقت على وضعية الجسم الرأسية الصحيحة. رغم أن الكندو ليس رياضة أولمبية، هناك بطولات العالم وأوروبا، كما وتجري عندنا بطولة أوكرانيا في الكندو بشكل دوري، وتقام المنافسات الدولية مثل كأس خاركيف والمنافسات الوطنية واللقاءات في النبرا والفيف. كانت أول المنافسات مقلقة جدا، لم نكن نعرف كيف تتم. يقسم الأشخاص إلى مجموعات مؤلفة من 3 رياضيين، ويتأهل لاحقا من كل مجموعة 2، وبعد شهرين من مزاولتي فقط بدأت المنافسات الأولى، وكان علي أن أتقدم للشهادة لأول مرة. كانت المنافسات قبل الشهادة بـ2 يوم، وحدث أنني كنت مع المجموعة مع من سيمنحني الشهادة من حاملي الدان 2 و3، فسحقوني في غضون ثوان. بعدها جلست لأشاهد المبارزات، وكان ذلك نافعا. مشاعري أثناء المنافسات هي نفسها التي كانت في المنافسات الأولى. أشعر في اللحظات الأخيرة بالخوف، أشعر مباشرة قبل المبارزة بالرعشة، ولكن عندما أخرج وأجلس في وضعية السونكيو ثم أقف ويبدأ النزال، يختفي كل ذلك ولا أعود أهاب شيئا، أسعى فقط للفوز. لا أذكر المنافسات الأولى أبداً، كانت غير عادية، ولكنني أذكر كيف نفذت الضربة. أجل، هذا ما أتذكره فقط، كيف ضربت خصمي ورفع الحكام الراية، هذا كل ما أذكر. أشعر بالخوف دائماً وفي كل مرة. يمكن أن تخاف، ولكن عليك أن تفعل. قلائل هم الناس الذين يزاولون الكندو في أوكرانيا، وعددهم لا يتعدى 100، لذا يحاول الرياضيون التواصل مع زملائهم أكثر، وخصوصا الأقدم.